الباس قادجينا من تونس زات لاجينا من المروك حدري مانيك زونا مقرقبة عادية براكي كبر سبوعة نمورا عادو او ني لا بور فير لي فيتيز واش الدراري السلام عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير نتوما تشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في نهار جديد انرجي جديده ورياكسيون جديده واحسن جوج كيديروا الرياكشن في هذا اليوتيوب كامل في العالم في العالم وفي العالم زعما مستر بيست نتحداو احنا مالهم مستر بيست خصهم 200 الف فرق الرباط ما نسيت انا شوف بصح عرفت بان ميسي فهمتي ميسي بحال دابا فاش يعطيو ميسي البالون دور الثاني موالف عادي يعني عادي كمي سيد كخصص نوصلوا قبل ما تسال العام ياك وانا غنوصلوا لها قبل ما تسال ان شاء الله بربي نوط في الدوبل كانون فري ستايل فلسطين رجاء مزيان الارض اختا رجاء مزيان قالوا لنا هضره على فلسطين نجي نديروهم بجوج موضوع واحد يعني جوج فيديو واحد اش بلا ما بقى كل مره طالع لكم فيديو جديد صافي كاسو كطلع على مور يومين عاوتاني نتفرج في الرياكشن سير على الدراري قبل ما نبداو نهضروا في واحد الموضوع بغيت نعطي واحد النصيحه نصيحه من وزارة أخوية الصحه اخويه لصحاب الرياكشن المغاربه كتصدمني بالمواضيع في اخباركم راه كيكون جالس كدخل في شي موضوع صحابهم كنكونوا موالين انا مجدين حتى حاجه كنلقى دخل نصائح لا بصح الدراري واحد الموضوع خصنا نهضروا عليه مؤخرا التراك ديال الديدي اللي لاح التالي كان قال فيه جاري مطبع وكذا وكنشوف الدراري اللي كيديروا الرياكشن زعما ما عجبهمش الحال وكاين اللي ناض كيتساب مع الجزائريين كاع كاين اللي كيتسابوا بيناتهم فهمتي كاين اللي ما عجباتوش داك اللقطه هي شوف باش نهضروا واقعيه هو قال الحقيقه باش نهضروا واقعيه هو قال الحقيقه جاري مطبع الحقيقه هذه المغرب بلد مطبع هذه ولكن واحد الحقيقه اخرى كاينه بان الشعب المغربي ضد التطبيع هذه حتى هي حقيقه اخرى هي حقيقه مغرب حاجه اخرى قال لك داك صحاب الرياكشن قال لك علاش هو كيهضر على فلسطين علاش جبد المغرب راه شوف واحد الحاجه خص بنادم يكون مامن بها فهاد اليوتيوب فهاد الشيء هذا كامل ديال الخوارزميات وهادشي هذا ديال لي ريزو انه اي واحد كيضرب على الارقام راه بصح ديدين راه حاجه عاديه وما غاديش نحقد زعما على ديدين علاش قال هكا حاجه عاديه غادي يجبد داك اللعيبه ديال جاري مطبع وكذا مع العلم ان الموضوع فلسطين يعني لا علاقه ولكن راه فاش تقول داك السطر ديال جاري مطبع تلقى تفاعل اكثر وهذه حاجه عاديه زعما ما انا راه غير شي وحدين شي مرات كيصيفطوا لي في انستغرام دخل راه فلان حط كلاش دخل بحال دابا كنسمع قالك جبد رواب هذا المغرب ولا جبد الحكومه المغربيه ولا جبد شي حاجه في المغرب يعني راه ضروري بلادهم كيطلبوا غادي يبغي يتفرج فيه راه عادي هذاك الشيء داخل في الماركتين سواء كتكلاشي شي واحد نعطيك هي مثال فاش كلاشه مؤخرا تراب كين في واحد الوقت اللي ما تقولش هذاك وقت ديال الكلاش ديال الكلاشات فهمتي ديال البيف ولكن هذيك الفتره بالضبط الا قريتي الماركتين هذيك الفتره بالضبط هي اللي كان خصو يكلاشي فيها من واحد الناحيه اخرى مع ان الديدين دابا كيبان لي الالبوم ديالو الريتش ديالو طايح ضروري غادي يدير دونك ضروري غايدير شي لعيبه باش تطلع شي فهمتي راه حاجه عاديه وما كنلوموش بنادم خصو يكبر دماغه شويه ويكون واعي بهادشي اللي كيدير صافي صاحبي عيشوا الحياة وتمزقوا صافي كنت جبتي لي هذا الموضوع غفلتيني غفلتك واش دير ما تنساوش لي لايك وندخلوا تمزقوا لخونا اللطفي سير على خونا وحبيبنا خونا وبغاو يفارقونا خونا وحبيبنا الدراري وحاجه مهمه واحد الشعار نبدلو والصبح كاين فهام الصبح كاين لا والصبح كاين فهام يعني واخا يشوفونا كنضحكوا وكذا كاين نويطات كان لا راه حنا فاهمين الكونسيبت فهمتي خصنا غادي نفهموا الكونسيبت فهمونا الدراري هضرنا بزاف الصهيوني راهو محصن باسلحه ثقيله طب الثقب في قلبه دك عقليه تعلق تيله وقيل القضيه قديمه من وقت قرون قليله من وقت بني قراده قوم تحهم كي كانوا قبيله لقينا اليوم روحنا في المكان مع اركان هذا الكيان كله بلي نافير دو كار لي روكات لي فوكار كل دقيقه غيطلاشي باللي طونك لي تكراشي دابا شوف الشيء دابا ماشي الفرق ما نقولش الفرق ولكن لطفي راه استاذ كيبقى الاستاذ عليهم باش ما بغاو لا باش ما بغا استاذ متفق معاه باش ما بغاو راه كيبقى لطفي انا استاذ تما غير طلبه انا هكا يدك طلع راه لاك راه فري هذا خصو يقول لهم انا استاذ تما غير طلبه راه بالرجوله راه الاستاذ كيهضر سمع كيفاش بدا نقولها في بلاصه لطفي انا هكا الصهيوني راهو محصن باسلحه ثقيله قبل الثقب في قلبه دك عقليه تعلق تيله وقيل القضيه قديمه من وقت قرون قليله من وقت بني قراده قوم تحهم كي كانوا قبيله لقينا اليوم روحنا في المكان مع اركان هذا الكيان كله بلي نافير دو كار لي روكات لي فوكار كل دقه غيطلاشي باللي طونك لي تكراشي والهليكوبتر اباشي حابين يهدموا الغاشي قنابل وصواريخ غير الدم اللي قاعد يسيل ولي سيفيل اللي راه يسيح مباني راه يطيح عائلات
راه يضيع والطريق هو الضحك. واش دابا شوفوا شوفوا الفرق ديال كيفاش كتعالج الموضوع. شوف راه هذا ماشي نقص من الديدين ابدا، واش كنقص من شي رابور ولكن شوف راه المستوى الثقافي كيلعب دور، كل واحد والمستوى الثقافي ديالو كيفاش داي. وانا ما كنلومش هذا نبقى نعاودها، ما كنلومش الديدين حيت راه كل واحد والنيفو اللي وصل له فيه في الثقافه. دونك هذا لطفي مثقف تصرف فيك يلعب على لارج بوبليك ومثقف خاو عارف كاين الطبيعه كاين كلش، ما غاديش يجبد لك داك الشيء فهمتي باش ما يخسرش البوبليك المغربي عنده ما يخسر حيت هذيك حقيقه. راه حتى الا قال مطبع راه هذيك حقيقه وعارف المطبع كاين فيها شويه الحساسيه فهمتي، بحال اللي بادم كيقول لك السيف زاز. اه كاين اللي كيقولها السيف زاز، كاين اللي كيقولها السيف زاز، ولكن كاين اللي كيقولها كحقيقه. هذيك حقيقه المغرب بلد مطبع. اه زعما ما عندكش الحق انت تهضر مع انت بحال انت يهودي ما عندكش الحق تهضر على القضيه الفلسطينيه. في الرياكشن كسال مطبع واش انت مطبع كدير معايا الرياكشن؟ لا ما كاش خصني ندير. اللي راه يصيح مباني راه يطيح، عائلات راه يضيع، والضريح اللي في الطريق هو الضعيف هو الرضيع. يا لطيف وش تدير قدام هذا الجينوسيد بعد القتل والتمزيق بعد القذف والتقسيم؟ الحاجه اللي راه يصير في هذا الشيء اللي راه يصير انه الحل مع اسرائيل هو طوفان يجري ويسيل الحكام. هذا هو الحل ما بهم مشهم شايفين. وعلى شتي الهضره اللي كنقولوا الحكام هذه متفقين الحكام ناحيه الحكام بالرجل مع اسرائيل هو طوفان يجري ويسيل الحكام خير وش بهم مشهم شايفين. وعلى ما يتحركوش تقول جامدين ومشلولين، انت هبط الجبين وانت غمض العينين، انتم صم البكم العمي ظهرتوا كامل عيانين اصوات اللي عاني درتو كامل. الهضره اللي الهضره اللي قلت كلشي صم. انت راه كاين مطبعين كاين اللي ما مطبعينش كاع الحكام بحال بحال كلشي شنو زعما شنو وقع شكون اللي دار شي حركه؟ ما تبقاوش الدراري ما تبقاوش خليوني ساكت راه غنقودها شي نهار في شي رياكشن. هي خليوني ساكت حيت لبقيت كنهضر غنمشي للحبس ما تبقاوش تشوفون تبقى تشوفوني غير غمض العينين انتم صم البكم ظهرته كامل عيانين اصوات اللي عاني وجامي وصلت الاذان هم المصالح اللي بحداهم راهي شغلت شعلت بالهم الصهيوني عاد باباهم جاهم بلاهم داهم معاهم باموالهم تاعهم في هواهم وتباعوا بدولار لبلاهم قولها لهم عادي قدامهم وقتها تعودوا صالحين تقراوا صفحه ولا اثنين من كتب الصحيحين. لا ما يوليوش صالحين اخي لطفي مستحيل هاد اللعيبه ما ينسى غير ما تقولهاش هذه غير بغيتي تقولها. وني عاد باباهم جاهم بلاهم داهم معاهم باموالهم تاهم في هواهم وتباعوا بدولار لبلاهم قولها لهم عادي قدامهم وقتها تعودوا صالحين تقراوا صفحه ولا اثنين من كتب الصحيحين. اسرائيل صح تتحايل عملائها راي تدريسي من ملوك الشرق الاوسط امارات حتى للسيسي ما لا يا عزيزي صح كلامي شي ما يغير من محال كنبقى ساكت. امارات بعد ما دارت صح راك شوف قولوا بنادم هكاش الشعب والامارات قال لك حرمت عليهم الرئيس ديال فلسطين يدخلوا الملعب يدخلوا كذا. وانا شوف راه ما عندك ما من تهضر صاحبي. دابا راه بنادم كيبقى دابا شنو كنحاولوا نشوفوا شكون هو اللي فايت فينا الخنز فهمتي اللي نقي شويه راه كنا موسخين وكنقولوا شكون اللي نقي فهمتي داك اللي كاملين موسخين وكيبقاو يقولوا شكون اللي نقي فينا. وهذه هي ديال العرب كاملين الاوروبيين داروا القامنا التيرانات احسن من القامنا احسن من العرب. ايه واش دير مشكله قلبي محير قلبي غاير مشني راح نبقى غايب نهضر ندعي ولا نذكر نرفع صوتي عالي به ننكر هذا المنكر. صافي نكر المنكر اخاي لطفي ناضي ناضي كليب خفيف ظريف برودو زوينه بريساين باليس زوين الدراري غادي ندوزو ديريكتومون للتراك ديال رجاء مزيان حتى هي نعطيوها حقها حيت مزيان حتى هي فنانه. شحال ما درنا رجاء مزيان رجاء مزيان شحال هذه الارض شوف رجاء مزيان واش تقولنا مطبعين ولا لا رجاء مزيان ما تقولهاش ما تقولهاش كي والو لا هذه فهمتي كي والو كي والو ما قالت والو. شجرة الارض امشي دامعه العينين امشي اتحافي القدمين امشي في فايت سامع هذا المزيكا هذا الضربه اللي في راسي هذا اللعب هذه هاد الشجره كتكون فلسطين بزاف امشي فوق لهيب النار واو حافيه القدمين امشي دامعه العينين امشي ولي ما صرافيش امشي هذه غتغني الدراري صراحه مزيان مزيان لا بلا مع صوص هناضي والله الا صوص هناضي شي بحال اقصف دمر وحطم واهدم وانا عصام نور صواريخ ودبابات حكام متواضعون دمي انا تساوى والمال
الدراري واه الصوت عندها كي داير صوت عندها اسطوره روجي طريق في اجتماع تابا واو سمعتي الصوت كي داير الصوت والاحساس داكشي من القلب خارج الاحساس ديال المراه غير شكل غير يا اخي احساس المراه غير ماشي حتى النور دغنا باحساس سرقه باحساس ولكن احساس المراه كيبقى غير فهمتي المراه كتكون عاطفيه وعاطفيه اكثر انا الرجال انا الرجال واخا كان يوم الحنان وكذا ولكن غلط ولكن كاين اللي عندهم البارامتر شويه فهمتي البارامتر مخربقه فهمتي ما كيعرفوش فوقاش يكونوا حنان فهمتي كاين هذا النوع هذا وخطير هذا النوع نفيق يا جبنا استفيق يا جبنا هذا اللعبة دي أنا غزة صراحة واو استفيق يا جبنا كرتني في الترك هندي هذيك الإثارة دي خصنا نديرو يا الحل ديال محمد رمضان يا الحل ديال محمد رمضان هذاك هو الحل فين قيشك فين قيشك فين قيشك هو انت فين انت فين سلاح تيقوم سرحهم تيقوم بدا باغي يهز الدبابة ويمشي يحارب لا يحارب الحكام مساكسين بقى باغي يحارب باش ضربو الاخرى ملي كان ضربو بشي مدفع تخوي العالم يلقى حتى واحد هيروشيما أسمعوا صوت الثكلة تحاكي قبر وحيدها المغبور لم يعد للدار أسمعوا صرخة ابن الباكي أسمعوا صوت دابا ولاو كيستهدفوا الصحفيين دابا راه شوف كلشي ولا مستهدف دابا الصحفي انا هذا الموضوع كرهته والله الا كرهته حيت ما جاني ممل هذا حيت ما كاين حتى شي حركه غير كنهضروا وصافي 20 يوم ما كاين حتى شي صغير ما كاين حتى حركه والو حركه لا الحركه اللي غيديروا هي زعما كيحبسوا قصف وصافي هذا هو ديال الحركه زعما التالي اللي كاين هضر باللونجلي هضرت بالالمانيه خلاص هضرت بالعبريه ما كانش لا وقع شي حاجه انا كنشوفو ساكسين خون ضميرك إنك يا للعار لا سبولة فخامة سيمت الانتظار كل شي بغي مشي حار تساوى والماء صراحة ما تسنيتش الدراري غادي تغني كنت كنتسناها ترابي يمكن غنات غنات بحسن صراحة عجبني انا هكذا اللغة العربية انا غسا استفيق يا جبنا على صوت صح صوت جبار اطراك الدراري زوين اغنيه زوينه بالروج ولا فيها الاحساس برافو عليها رجاء شط طريقه زوينه بحال داك الشيء ديال الشعر رجاء برافو عليها بالروج ولا هادشي اللي كاين الدراري كنتمنى نكونوا ما طولناش عليكم تشوفوا في رياكسيون الجايه طالوا لي فراسكم بيس.